بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا مشاهدي قناة القرآن الكريم، إنما كنتم وحيثما وجدتم نحييكم تحية طيبة مباركة، ونرحب بكم في رحاب هذا العدد الجديد من برنامجكم الاجتماعي اليومي برنامج مفاتيح، وفيه نناقش بحول الله سبحانه وتعالى موضوعا يهم المجتمع ككل وتحت عنوان الذاتية في الأحكام والشهادة. سنحاول أن نغوص في هذا العنوان الطويل العريض كما يقال. سنتحدث عن مبدأ الأحكام وفق شريعة الإسلام، وسنتحدث على بعض الممارسات الواقعية والاجتماعية في مسألة إصدار الأحكام والشهادة، خصوصا تدخل الذاتية في هذا الجانب. يشرفنا مشاهدينا الفاضل أن تتابعونا، أن تبقوا معنا، وأن تشاركون كذلك النقاش من خلال اتصالاتكم عبر خطوط الهاتف التي ستظهر من حين إلى آخر في أسفل الشاشة. يشرفني كذلك أيما شرف أن نناقش الموضوع مع أساتذتي الكرام. دكتورة سامية قطوش، مرحبا وعمتي مساء. عمت مساء يمين، وأهلا وسهلا بكل المشاهدين الأفاضل وبالأستاذ الفاضل معنا. أهلا وسهلا أستاذ مسعد، مرحبا. أهلا وسهلا، مرحبا بك أخي يمين، ومرحبا بالدكتورة الفاضلة. شكرا جزيلا، بارك الله فيك أستاذنا والأستاذة الموقرة. نتحدث عن الموضوع له الكثير من الجوانب، ولكن الملح القانوني قد يظهر عليه، ولكن تبسيطا للمشاهد كذلك الملح الفقهي، وفيه كلام كثير في هذا الجانب، ولكن سنحاول أن نتحدث بكثرة على صعيد الممارسة أكثر. ولكن كما تخلي هذا الموضوع أستاذنا أستاذ مسعود، كما قلت هو موضوع فقهي عن الشريعة الإسلامية بهذا الجانب في مسألة إصدار الأحكام وفي مسألة الشهادة، لنا أن نمر مسحا خفيفا على بعض النصوص التي تحدثت عن الأحكام والشهادة وربما ضبطتها بشكل دقيق. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تحية لك مرة ثانية، وتحية دكتورة مرة ثانية وثالثة ورابعة، ونحييها على بهذه المناسبة. رجل ومرأتان. نعم. على بها حييتها. صحيح. حييتها أكثر من مرة. شهادة. أعطاني حقي. حييتها أكثر من مرة. شو ذكاء الأستاذ مية. خاصة أنه يعني بعد مدة كبيرة من عدم يعني الجلوس في طاولة واحدة لمناقشة هذه المواضيع، فأنا جد سعيد بهذا الشيء. وأنا أسعد صدقني. كنا نجلس يوم الاثنين مع بعض دكتورة عقيلة. توفي اليوم الاثنين و... أيه، وتخصنا أستاذ عقيلة، صح نحييها. صح نحييها. نعم، تحية لها ولكل المنتسبين لها، وحتى الدكتور الخصال اللي نعزيوه هذه المناسبة في وفاة الوالد نتاعه، ربي يرحمه. الله أكبر. ربي يرحمه إن شاء الله، يعطيه الصحة والعافية. حقيقة كما تكلمت عن قضية الأحكام أو عن القضاء وعن الشهادة، هي من بين الأبواب الكبيرة في الشريعة الإسلامية. وعندما ننظر في الشريعة الإسلامية في ديننا الحنيف، نجد بأن الشريعة الإسلامية قد راعت واهتمت وضبطت كل ما من شأنه أن يحفظ الحقوق والواجبات. صح. فما من مسألة متعلقة بالحقوق والواجبات، سواء كانت حقوقا لله أو حقوقا للعباد، إلا والشريعة الإسلامية ضبطتها. فتأتي مسألة القضاء والأحكام القضائية ومسألة البينات التي يحكم بها القضاء والتي من بينها الشهادة، نجدها من أكبر الأبواب التي هي موجودة في كتب فقهنا وفي تراثنا الفقهي. فما من كتاب فقهي إلا ونجد فيه باب القضاء ونجد فيه باب الشهادة. وعندما نغوص فيه ما نجد فيه ما يعني تراث فقهي زاخر جدا استندت عليه القوانين الوضعية الآن، أو جل القوانين الوضعية استندت على هذه الأحكام، بل حتى بعض القوانين الغربية. القانون الفرنسي نجد بأن أجزاء كبيرة منها أو أبواب كبيرة منه بما في ذلك ما هو متعلق بقضايا الأسرة، نجد بأنها مأخوذة ومقتبسة من الفقه الإسلامي. نابليون بونابرت لما دخل مصر وخرج منها بعد ذلك، استصحب معه كل ما وجده من ذلك التراث الفقهي الزاخر، وبه أسست الجمهورية الفرنسية على كثير من تلك النظم وتلك التشاريع التي حقيقة هي معجزة وهي مبهرة لغيرنا في نظامها وفي دقتها وفي ضبطها للحقوق والواجبات. فقلت نجد أنه من بين هذه الأمور التي تضبط الحقوق والواجبات قضية الشهادة وقضية القضاء.
وعندما نرجع إلى القرآن الكريم فنجد بأن الله عز وجل قد أشار إلى مسألة الحكم. فالله عز وجل يقول في القرآن الكريم عن داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وبالمناسبة داود هو نبي وهو ملك، صح، والملك يختصم إليه باعتبار أنه مسؤول وباعتبار أنه حاكم وباعتبار أنه قاضي. فالله عز وجل قال له: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ويقص علينا القرآن الكريم قصة رجلين جاء إلى نبي الله داود يختصمان إليه، فأشار الخصمان لداود بقولهما: فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط. الشطط هو التجاوز وهو العدوان وهو الظلم، احكم بيننا بالحق. والله عز وجل نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم هذا الأمر فقال: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. فنجد إذن أن الآيات الكريمة التي تأمر الناس بالحكم أو تأمر أنبياء الله، وما أدراك ما أنبياء الله، تأمرهم بأن يحكموا بين الناس، يشترط لها شرطان. الشرط الأول أن تكون بالحق، وأن نحكم بينهم بالحق كما قال الله عز وجل، أو أن نحكم بينهم بما أنزل الله، وما أنزل الله هو الحق. والشرط الثاني الحذر من الهوى، ولا تتبع الهوى في سورة داود، ولا تتبع أهواءهم في كلام الذي أنزله الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فنأخذ من هذا أن أول محذور وأول ما ينبغي للقاضي أن يعلمه إذا ما أراد أن يحكم بالحق وأن يكون حكمه عادلا وأن يكون هذا الحكم ضامنا لحقوق الناس ورادا لهم هذه الحقوق، أول ما ينبغي عليهم أن يعلموا الحق، لأن الذي لا يعلم الحق يصعب عليه أن يحكم وأن يميز، وأن بعد علمه للحق أن يطبقه وأن لا يجعل هواه مانعا من تنفيذ ذلك الحق الذي علمه. فإذا علم الحق ونفذه كان قاضيا عدلا. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم شرح هذا الأمر وفصله وبسط، قال: القضاة ثلاث، قاضيان في النار وقاض في الجنة. القاضي في الجنة قال الذي علم الحق وحكم به. لما أقول يعلم الحق، الآن إذا كانت مسألة متعلقة بالشرع يعلم حكم الله فيها، ثم بعد علمه حكم الله فيها ينفذها. إذا كانت المسألة لا يوجد فيها حكم الله، لا يوجد فيها نص شرعي من قرآن ومن سنة، وكانت مسألة وضعية، قانون وضعي، فينبغي عليه أن يعلم ماذا يقول القانون في هذه المسألة، فهذا هو الحق في تلك المسألة، ثم بعد ذلك ينفذ. هذا في الجنة. قاضيا في النار من هما؟ وقاض علم الحق ولم يحكم به، يعرف القانون، نعم، وهذه أخطر. وهنا يدخل الهوى، لأن الهوى هو الذي يحول بينه وبين تنفيذه للحق الذي علمه، أو بينه وبين الحكم بالحق الذي علمه. والهوى هنا هو المقصود بها الذاتية اللي هي عنوان موضوعنا، بمعنى يتدخل هواه في تلك الأحكام رغم أن الحق واضح والقانون واضح، ولكن هواه، أو في الآية الأخرى أو هوى غيره، لأنه أحياناً تكون القاضي ما عندوش مصلحة ولكن يريد اعتبارات أخرى، اعتبارات أخرى، نعم، وما أكثر. إما هواه أو هوى. هذا القاضي الذي علم الحق ولم يحكم به في النار والعياذ بالله. القاضي الثالث الذي هو في النار وقاض لم يعلم الحق، ونتيجة ذلك الطبيعية أنه لن يحكم به، لأنه لا يعلم، لا يعرف الحق، فبالتالي إنسان جاهل للقانون وغير مخول أصلاً للحكم. نعم، غير مخول، يعني ناقص أهلية، يعني لما نأتي الكلام عن القضاء في شروط في القاضي، صحيح، فهو لا يعلم الحق، فيستحيل أن ننتظر منه أن يحكم بالحق وهو. فهذا كذلك في النار، لأنه تقدم لمسؤولية عظيمة دون ما أن تكون له المؤهلات التي تعينه في ذلك.
وتحمل وقبل أن يتحمل نعم وقبل أن يتحمل هذا الشيء. لذلك سوف نتكلم عن بعض الأحكام الخاطئة ونتائجها وآثارها على الشهادة وآثارها على القضاء كذلك. هذا بالمختصر عن القضاء، ولعلنا نفصل بعد كثير من الشهادة إن شاء الله. إن شاء الله الكلام يطول. أستاذة سامية، استمعنا إلى أستاذنا مسعود، أعطانا تقريبا حوصلة على نظرة الشريعة الإسلامية إلى هذا الجانب المهم في حياة الناس سواء في دنياهم أو في آخرتهم. صحيح. تحدث عن ثقل هاته المهمة التي تكل إلى من تكل إليهم، وفي ذلك جانب يتعلق بالقضاء وإصدار الأحكام، جانب آخر يتعلق بالشهادة، وقد تكون من طرف ليس هو في التنازع وإنما كان شاهدا عليها. وفطرة الناس أنه سيكون تنازع بين الناس وستكون مشاكل بين الناس، ولكن هنالك من يفصل فيها، ولكن كذلك القاضي يعيش ضمن منظومة اجتماعية، ضمن علاقات، ضمن هذه الأمور التي قد تشكل وعيه بهذه الأحداث والحوادث. فكيف له أن يضمن في أحكامه كذلك الشهادة، وكيف له أن يخلصها من هذا الجانب الذي هو الهوى كذلك والتي قد تعصف بأحكامه فيما بعد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نقول لك بدء أيضا أنا سعيدة بوجود أستاذ مسعود معنا في هذه الأمسية. فكرنا في جلسات مفاتيح في أيامها السابقة، أيام زمان. سبحان الله، في أيام زمان الحق كنا نستمتع صراحة بطرح الجدي، ولازلنا نستمتع على كل حال مع خيرة الأساتذة في هذه القناة الطيبة. واسمح لي قبل أن أبدأ في الإجابة على سؤالك أن أقدم أيضا تعازية لبروفيسور وولد خصاب في وفاة والده، ونقول له قلبا وقالبا نحن معك، وإن شاء الله إن شاء الله ربط الله على قلبه بإذن الله وأسكن فقيده جنات الخلد بإذن الله. طيب، سؤال هذه الأمسية أعتقد أن أستاذ مياد بدون مجاملة، بعيدا على أنه عندنا بزاف ما كناش في مجلس، أحاط على الأقل بالجانب الشرعي الذي لا غبار عليه، بمعنى أنه التفاصيل التي سنخوض فيها إنما هي نقول لك جزء من المشهد ربما الاجتماعي الذي نعيشه، والذي نحتاج إلى أن نفتح هكذا بعض نقول أبوابه أو أجزائه، ولكن الحكم الشرعي باين، أنواع القضاة اللي ذكرهم وأحكامها الشرعية واضحة كما تفضل بذلك أستاذ مياد، ولكن دائما عناويننا الخاطئة هكذا يبدو أنها في النهاية تعبر أيضا عن درجة إيماننا، عن إقبالنا على الله عز وجل، على تقوى الله عز وجل بين بعضنا البعض. ومن ثم فأعتقد أن هذه الممارسات التي لا تؤسس للأسف الشديد إلى باب التجارة مع الله هي التي تفرز مثل هذه الإعوجاجات في حياتنا الاجتماعية. ومن ثم أعتقد باللي القضية واضحة بأن هذا الذي سنتحدث عنه إنما هو نقول لك أخطاء وعناوين خاطئة للبشر ابتعدوا عن منهاج الله في خلقه، ومن ثم كانت النتيجة الطبيعية أن تكون مثل هذه الممارسات التي لا تؤسس إلى فطرة وجودنا واجتماعنا كبشر اللي هو المقصد الشرعي من وراءها اللي هو السلام بيننا. وأعتقد أنه شهادة الحق هي واحدة من المجالات أو من الأسس التي تقوم عليها فكرة السلام بيننا كبشر. من ثم أعتقد باللي احترام الواجبات واحترام الحقوق وعدم التعدي على الحدود هو الذي سيؤصل إلى حياة السلام بيننا، وإلا فكيف نفسر مثل هذه التجاوزات التي تحدث هنا وهناك. كما تفضلت كان هذا الذي كنت سأعطف عليه جوابا على سؤالك أيضا أو تدخلا مني أيضا. احنا مشكلتنا في المجتمع الجزائري كغيره من المجتمعات الأخرى، ما نقولش العربية فقط، وإن هنا نقول لك في المجتمعات الغربية الذي يحدث أنه وقع القانون بالنسبة لهم مع أنه غير مسلمين ومع أنه ما عندهمش هذه القيم الجميلة جدا أستاذ مياد التي من المفروض أن نتضمنها في أنفسنا وفي ممارستنا كمسلمين، التي هي قيم العادل، قيم العادل، قيم السلام، قيم عدم الإساءة إلى الآخر، قيم الالتزام بحدود الله عز وجل، اللي هي اللي تأسس إلى حياة سليمة بالنسبة للبشرية جمعاء، لأنه الحمد لله الدين الإسلامي هذا هو دين البشرية جمعاء. ومن ثم فهو سبحان الله هكذا من حكمة الله عز وجل أنه على مقياس جميع البشر، ولذلك فهو دين الإنسانية، ماهوش دين المسلم دين العرب فقط ولا دين جنسية أخرى. أو من ثم أعتقد باللي النصوص أو أؤكد أن النصوص التي أو نقول لك جغرافية الطريق، ورقة الطريق كما تسمونها بالمصطلح الإعلامي اللي اعطاها ربي سبحانه لهؤلاء البشر، إنما هي الطريقة أو هي ورقة الطريق التي تؤصل لهذه الحياة الصحيحة.
أو على الأقل العادلة. الذي يحدث أن عناوين الخاطئة بسبب ما تفضلت بذكره التي هي كثير من الثقافات أو الصور النمطية التي نعتمدها في علاقتنا الاجتماعية، مثل ذلك أنه القاضي في النهاية هو ابن عائلة معينة. احنا شوف دائما لأنه كي نبدأ نخوض في هذا الموضوع، خلونا نتفقوا كما كنا زمان أستاذ مياد، النماذج المشرفة موجودة صح، والنماذج الطيبة موجودة، ولعل الحمد لله هذه هي نافذة الأمل التي نعيشها في كل مكان. مقابل ذلك الأخطاء واردة والنماذج السيئة واردة، ومن ثم نحن لا نعمم، احنا نشرح قضية ونستفتح هكذا، نحاول نعطوا واحد الفتوحات في موضوع معين. قلت لك في النهاية هذا القاضي ينتمي إلى مجتمع، المجتمع هذا في بعض الأحيان نقول لك تؤسس لأبعاده ولممارسته جملة من الأسباب ذكرت، من بينها مثلا المحسوبية. اليوم نتحدث على حاجة اسمها المحسوبية أو ظاهرة المحسوبية، ومن منا لا يعترف باللي كثير من المجتمعات، ليس المجتمع الجزائري فقط، فيه ظاهرة للأسف الشديد سيئة الوقع، سيئة الثمار، سيئة إلى درجة أنها لا تصنع فقط الحسد والبغضاء ونقول لك البغض الذي يمكن أن يصنع هكذا في القلوب، ولكن أيضا للأسف الشديد نقول لك تعمل شرخ عميق جدا في النسيج الاجتماعي، إلى درجة أنه قد يصعب في كثير من المحطات ترميمه. لأنه كنت حدثوا على المحسوبية، نتحدثوا أيضا على الجهوية عندنا في المجتمع الجزائري كغيره من المجتمعات الأخرى العربية، مثلا مشكلة الجهوية عندنا، أيضا قضية أنه في زمن العولمة تراجعت بعض القيم، في كل مرة نقولها أستاذ لمين، وللأسف شديد تراجعت بعض القيم وأصيبت بعضها الآخر التي كنا نعتمد على تقوية منظومة القيم بها، أصيبت بكثير من الوهن بسبب أن قيم المنفعة أصبحت غالبة، قيم تطبيع علاقات اجتماعية ذات مصلحة أصبحت للأسف الشديد أيضا غالبة. ومن ثم في بعض الأحيان هذا المذهب المنفعي للأسف الشديد يجعل بعض الناس سبحان الله لا يفهمون إلا في تطبيع علاقات وعلاقات اجتماعية تحقق مصالح معينة بغض النظر ما هو الثمن الذي يمكن أن يدفع لذلك. أنت تقدر تقول لي في مقابل ذلك أنه الأصل في هذا أيضا يجب أن نركز باللي هو أيضا نقول لك تدني الوازع الديني للأسف الشديد، يعني تقوى الله عز وجل، التزامنا أو تديننا الصحيح الذي في البداية وفي النهاية يخليني نعرف باللي أنه التزامي بشهادة حق تجاه الآخر إنما هو التزام بعهدي مع الله عز وجل، وغير ذلك هو نقول لك صراحة هو تفسير نقول لك يصنع تبريرات ليس لديها أي مصداقية على الأقل في علاقتنا بالله عز وجل. ومن ثم أعتقد باللي مثل هذه الظواهر الاجتماعية السيئة داخل المجتمع من شأنها أن تخلي بعض الناس يفهموا باللي هي تبريرات، ولكن السؤال المطروح اللي لازم نصرحه بأنفسنا، هل هذه نقول لك العناوين الخاطئة تمثل فعلا تبريرات عندما يقف الواحد فينا أمام يدي الله عز وجل ويقول له شبابك مثلا فيما أفنيته، ولا أمانة الناس كيف ضيعتها، ولا شهادة الزور كيف طبعت معها؟ أعتقد هذا هو السؤال الجوهري. الله يبارك فيك أستاذة، إحاطة كذلك. شكرا. خير أنت أستاذ مسعود. ها خلي أوعاقل، خلي أوعاقل. ما شاء الله أنا أعترف. تعرف الحمد لله الموضوع ما هوش عنده علاقة بالمرأة والرجل، دونك إذا الأمور ستكون. الله يبارك فيكم أساتذتي الكرام، نبسط النقاش أكثر في مقابل إصدار الأحكام، هنالك تلقي الأحكام، هنالك كذلك من يعين على صناعة هذه الأحكام، يستعين دائما القضاء، ليس دائما وإنما في كثير من الحالات، على شهادة من كانوا حاضرين في تلك المسألة، في تلك الحادثة إلى غير ذلك. الشهادة تكتنفها كذلك ممارسات، ولكن كذلك الشريعة أحاطتها كذلك بجملة من الضوابط التي تجعل من القاضي أن يحكم إذا تخلص كما قلنا من الذاتية وتشبع بتقوى الله ومخافة الله سبحانه وتعالى، فتلك الشهادة لها ثقل في مسألة إصدار الأحكام. أكيد نعم، وهذا من خصائص الشريعة الإسلامية. سبحان الله، نحن كثير أو جل عقودنا يشترط فيها الشهادة ويشترط فيها الإشهاد، ولعل هذا من باب الاحتياط لدرء للخصومات، الوقاية. نعم، وقاية من الوقوع في النزاعات وفي الخصومات، ووقاية من التفكير في الإخلال بتلك العقود.
الله عز وجل ضمانات كأنها وكأنها ضمانات ضميرية أو صح. ذاتية. ماذا؟ لأني أنا لما أجري عقد معين سواء كتب أو لم يكتب وأشهد على ذلك العقد الذي أجريته معك أو معه الله. شهود، فالتفكير في نقض ذلك العهد بعد إشهادي للشهود يكون أضعف بكثير في حالة إذا ما لم يكن هنالك شهود، حتى هوى النفس والشيطان حتى هوى النفس يقل يعني. صحيح. نعم، لذلك الله عز وجل قال إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، لازم تكتبوا، لأنك لما تكتبوا سوف تقطع الطريق أمام وساوس الشيطان، إغراءات الشيطان لك أو لغيرك للتلاعب أو لرفض ذلك الدين أو لإنكار ذلك أو لإنكار ذلك الدين. لذلك أغلب عقودنا إنما جاءت بالإشهاد، سواء في المعاملات المالية أو في المعاملات الأسرية. لما نتكلم عن الطلاق، الطلاق يشترط له الشهود لإبرامه، حتى في مسألة لما نتكلم عن الزواج، الزواج يشترط له الشهود. في مسألة الطلاق هنالك أقوال فقهية معتبرة تقول بأنه ينبغي الإشهاد عند الطلاق، يعني لما تطلق شهد الناس باللي طلقت كما فعلت في الزواج. كما فعلت في الزواج. هناك من قال بأن عدم الإشهاد على الطلاق مثلا إنما هو مبطل لحكم الطلاق، سبحان الله. أبو زهرة مثلا والإمام علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس، سبحان الله. وهناك من قال لا، قال الطلاق يمضي مع الإثم لعدم الإشهاد بنفس الحجة التي تكلمت عنها أستاذة. قال كما أشهدت على الزواج تشهد على الطلاق وتشهد على رجعتك بعد الطلاق كذلك. ويبدو منطقي سبحان الله. لما تطلق تعود، وسبحان الله لننظر إلى التراث الفقهي هذا الزاخر وهذه الأقوال الكثيرة كيف أنها أوجدت مخارج كبيرة لمآزق وقعت فيها كثير من الأسر. أنا والله قبل 4 أيام جاتني فتوى في هذا، أفتيت بهذا الأمر، يعني إنسان عنده 4 أولاد وطلق زوجة نتاعه 3 تطليقات. لا إله إلا الله، طلقت 3 تطليقات. طيب لازم تلقى مخرج، لأنه كما يقال الفقه الرخصة من ثقة، وأما التشدد فيحسنه كل أحد. سهل أنك تقول له محرم عليك وتتبع وتسكر عليه التليفون، هو يبات مغموم وانت يا العائلة تلقى يعني له مخرج. تلقى له مخرج، مخرج شرعي، مخرج طبيعي، مخرج في الفقه الإسلامي، ليس بالضرورة صح نفتي بالفقه المالكي، ولكن إذا لم أجد له مخرجا في فقهنا المالكي أبحث في أقوال الأئمة الآخرين، الأئمة 3 الآخرين، إذا لم أجد أخرج إلى غيرهم حتى أجد قولا معتبرا. المهم أن يكون قولا معتبرا. نعم، المهم قولا. هذه ما بين قوسين يعني حتى ما نغوصوش في هذه. فبحث في بعض المسائل، الطلاق البدعي، الطلاق في الحيض، الطلاق في طهر مسها به، قال لا، يعني كل هالأمور طبيعي ما كاش مخرج، لأنه أحيانا نفكروا في هذه. فذكرت مسألة الإشهاد، سبحان الله. وهي أقوال معتبرة، أقوال الصحابة علي بن أبي طالب قالوا بأن الطلاق لا يقع إلا بالشهود. فتفتي. وهذه بالمناسبة هذه خاصة، هذه ليست، هذه فتاوى خاصة، ليست للكل، هذه ليس حكم عام. قال والله لازم سلطة تقديرية، جزاك الله كل خير، تخضع لحالات خاصة ولتقدير المفتي في بعض المسائل الخاصة جدا، فلا يجوز تعميمها على الأخر، القياس فيها لا يجوز. أستاذ مسعود، نعم. معنى أنه لا يسمعنا المشاهدين فيعمموا الفتوى، هذا الذي أردت أن أنبه إليه، بمعنى هذه كل واحد عنده الفتوى تاعو الخاصة. اسمحوا لي أساتذة الكرام نأخذ اتصال. نعم، خليت استنت الحاجة بريكسي. السلام عليكم حاجة بريكسي. السلام والرحمة والبركة على وليداتي. مرحبا بك. كي قالت بنتي فكرتوني تاع شحال من عام اللي كانوا يتلاقاو هذا ولدي ومعاه بنيه، ترى خاصه البنيه الاخرى ربي يعطيها، خاصه استاذ عقيدة. انا غير كرفت وصوني تفاتلي الحمد لله. الله الله يزيد لك بنتي نور على نور، وهذا السيد كيف كيف، وليداتي وليدات القران كافه كيما راه. امين يا رب، ويا ربي تثبتنا وتعطينا الثبات حتى المعلومات باش نمنعوا من طريق الظلمات. امين يا رب. يا ولدي هذا الموضوع اللي راكم جايبينه والله لا كاين منه، وتبارك الله عيطام اللي راهم مطلقين ومفترقين ودايلهم حقهم بشهاده الزور. صح يا خلا درجتكم، راني نقولكم اسمحوا لي ابناتي اللي مانيش نيشان في الموضوع. ويا ولدي قال لها يا سيادي نوصيكم ونوصي نفسيه، حتى نفسي نوصيها،
تهلاو في دينكم والصدق مع النية. وراهم يقولوا يا الشاهدين الزور سيدي يا حنينين النار تاكلهم والحارتين البور سيدي يا حنيني ربي يعاونهم. برك انا من هاد شهادة الزور ورجعنا هاد الوبا باش نفيق وننساو الماضي ونحلو صفحة جديدة مع الله سبحانه. والله ما تخفى حتى خافية، والكلام اللي راكم جايبينه كلام زين. الله يبارك فيك، والله يكثر الدين واليقين وخوف رب العالمين. راكم توعيوا الناس اللي غافلين. شهادة الزور ما تنفعكمش، والأورو ما ينفعكمش، والدورو ما ينفعكمش. خموا لمدة الأرض ونهار اللي ينحط الميزان، هاني نقول لكم واعيكم ونهار معلوم اللي يتحطوا فيه الموازن. سعدك يا اللي متمظلوم، واحد يا اللي كالظالم. الدنيا ما دايماش، هاي ماشية بها باللي فيها. قالك الدنيا متلتها معورة بقوادي سلمى تضل الدور. أنا نجبد في خابية مقعورة وترني بها الله مغرور. الله يعاونكم ويخبركم. آمين آمين. جزاك الله خير. بارك فيك. بارك الله فيك. كلامك جواهر الحاجة بريكسي، بارك الله فيك، ودعواتك إن شاء الله مقبولة، والحكمة دائما من الحاجة بريكسي في ذلك الكلام المسجوع ما شاء الله. وفي آخر من أفياء قناة القرآن الكريم، محمد صغير من أوركلا. السلام عليكم. الأخ يمين. أهلا محمد. واش حوالك؟ لاباس؟ والله في نعمة الحمد لله. الأخت سامية والأخ سي إمامنا سي مياد. أستاذ مسعود. مياد أيوه. أيوه. واش حوالكم؟ لاباس؟ والله نعمة الحمد لله. مشكورين على البرامج اللي قدمتوها في رمضان على كل. الله يبارك فيك. ولو أنها متأخرة شوية. في البداية الأخ مين عندي واحد الاقتراح. والله ذاك النهار كان في واحد الموضوع مع أخونا سينوف على التحفيز. لا لا كان معايا التحفيز. يعني الناس قلوبها معمرة خاصة في المؤسسات. نتمنى ديروا لنا على الاقل يعني بعض المواضيع ديروا لنا فيها على الاقل حصتين ان شاء الله، لانه الوقت ما كفاناش في النقاش. صح، خاصه صراحه المواضيع الاجتماعيه بعد. صح صح، الاخت ساميه معاك. ماذا بينا الطالب ورحمة لكم يديروا لنا فيها حلقتين، ما تكفيش حلقه واحده. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. فيما يخص تدخل الاخ يمين، بدايه عندي النافذه الاولى في قضيه الاساس، يعني واحد الشهاده تاع البطاله في البلديات. ربما من اسهل الاوراق اللي تستخرج. وللاسف يعني بعض الناس يحرضك، يعني قبل ما يسالك انا شكون ويقدم لك نفسه مباشره يقول لك هل بطاقه التعريف موجوده معك؟ ويحرضك يعني ويخليك في موقف يعني صعب. ونتمنوا احنا القانون يدير طريقه كما يعني ربما طريقه اللي تخلي الناس ما يقدرش يستخرج البطاقه باي طريقه سهله هذه. صح. نقطه اخرى، بعض الوثائق للاسف يعني بعض ضعاف الايمان يشهد شهادة زور في استخلاص بعض الوثائق، خاصة بعض الوثائق اللي خاصة بالعقارات. مثلا واحد عنده أرض ولا كذا، رغم أنه السيد ما عندوش فيها دراية ولا حاجة، ويشهد على أن هذه الأرض هي ملك لهذا الشخص هذا. وهذه للأسف يعني كثيرة في المجتمع عندنا. نقطة أخرى في قضية بعض الناس يحضر 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 شهود. يعني مرة واحد الموثق قال يعني ما عادش نقبل يعني المرأة قبل ما نشوفها بالوجه نتاعها كامل. قال لي اني مره يعني شخصين احضر يعني امراتين وكما نقولوا كذبا بانهما زوجتيهما، ومن بعد تبين الموثق انهما يعني كان يكذبان. قال في ذلك الوقت قال ما عادش نقبل يعني نشوف المراه بالنقاب حتى نشوف الوجه نتاعها، حتى كما قال يطمئن قلبي. صحيح. اخر نقطه كما كانت هاي فتحت قوس الاستاذه في قضيه المسابقات، وهذه نتمنى الاخ يمين في الجزائر الجديده نتاعنا في قضية معناها المسابقات والترقية والمهمات، خاصة كي تكون مهمة للخارج. أيوة. هذه هنا يقدم فيها ما لا من لا يستحق ويوخر فيها من يستحق. نتمنى إن شاء الله في الجزائر القديمة تصبح الكفاءة هي المقياس، وشكرا. صحيت محمد، بارك الله فيك. لخصت لنا الموضوع في أربع نقاط، بارك الله فيك محمد. دائما عمي محمد من المدية، السلام عليكم في الاتصالات. السلام ورحمة والبركة والسعادة والهناء ليك للأستاذة والأستاذ. عمي محمد يا اما ترفع صوتك يا اما الزملاء يرفعوا لنا الصوت هنا. يا في الله. الو، السلام والرحمه والبركه. مرحبا عمي محمد. واش راكم لاباس؟ والله في نعمه الحمد لله. الحمد لله. راكم لاباس؟ شوف يا شيخ، الدين ربي طاه في كل مكان وكل زمان. صح. والله لا لا. صح. والفتوى هذه تصلح في كل زمان. الرسول صلى الله عليه وسلم نهار اللي جات ليه خوله بنت سالم رضي الله عنها وارضاها، شوف كيف حل المشكل. خير الخلق قال لها شهرين، قال لها كذا، قالت له ما كانش ما كانش، قال لها الحل ولا ما قالهاش. صح.
حنا راه ما عندنا درك هذا الوقت ترى كيما راه الشيخ واش راه قال لك الحل شوف كيف قال الحل حل الراجل ولا ولاد ربعه والزوجه وهو بيتين اليز ولا لا لا صح وهذا حل منين من الدين كما قال له سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه قال له نهار اللي جاو يديروا في الخلافه بينه وبين عثمان رضي الله عنهم وارضاه قال له كيف تدير؟ قال له انا نتبع كتاب الله وسنه الرسول قال له الخلفاء الراشدين قال له اجتهد صح والله لا لا يجتهد في الدنيا باش يسكر عليك ويقول لك لكن تنهار روح كل كما هاد الناس اللي مش فاهمين مش قاريين مش كذا مش مواسين ها هو الشيخ كاع حل المراه انا فرحت انا المراه هذه والله كي فرحت لازم لها شهود الله يبارك فيك عمي محمد لا لا ها هو قال حل منين هذا اجتهد لازم الاجتهاد والاجتهاد بالعلم ماشي معسوب الانسان اللي يفقه الحوايج هذو صح صح ما يسكرش عليه احنا عندنا راهم يسكروا سكر عليك يقول لك وي الرسول خير الخلق خير سهل قال وي والله لا لا صح صح يا عمي الشيخ بالك طولت عليكم الله الله يبارك فيك يا عمي محمد باينه ترونسبارون الاستاذه الاستاذه تشوف فيها والله قيد تحل لي بروبليم كاع تاع المشاكل اللي راهم دايرين درك والله لا لا استاذ مش راني والله صح بارك الله فيك فانا نحب الناس هذو شكرا جزيلا عمي محمد والله لا لا تعرف خير الاعمال عند الله خير لا خير هذا الرسول صلى الله عليه وسلم تصلح بين زوج بين اثنين بين اثنين صح كي تصلح بين خير خير من الف صلاه خير من كل من صوم خير من كلش خاطر علاه تخليهم اليز ترجعهم سمحي لي بالك طولت عليكم الله يبارك فيك عمي محمد كلامك جميل شكرا بارك الله فيك بارك الله فيك على المشاركة عمي محمد أفرح من تلك المرأة صحيح رجل الله يبارك ربي يبارك فيها إن شاء الله على نيته وعلى قلبه تفرح ولو صح من بعيد صح صح سبحان الله محمد من ولاية المدية من ولاية المدية هو متابع دائم لإذاعة القرآن الكريم إن شاء الله وفيه صح لعله التحق بالقناة يعني مؤخرا سبحان الله ربما كان يتابعها وما كانش يتصل فقط ان شاء الله ربي يديم الوفاء ان شاء الله شاء كل الله المشاهدين ان شاء الله استاذ مسعود نعم كنا نتكلم عن الشهاده واهميتها وكيف انه شريعتنا الغراء لما امرت بالاشهاد على جل عقودنا انما هذا هو الغرض هو انها هذه الشهاده اولا تكون مانعا لوساوس الشيطان او للتفكير في اخلال بتلك العقود ولا قدر الله في حاله اذا ما وقعت فان تلك الشهاده تكون سببا في احقاق الحق وان ياخذ صاحب او ياخذ كل ذي حق حقه بسبب تلك الشهاده من اجل ذلك الشهاده الان في القضاء تعتبر من اقوى ادله الاثبات المعتمد عليها التي هي اوثق من اليمين من أقوى أدلة الإثبات الشهادة من أجل ذلك لما نقرأ القرآن الكريم في كثير من المسائل يقول الله عز وجل وأشهدوا ذوي عدل منكم ولا ياب الشهداء إذا ما دعوا ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه إلى غيرها من الآيات التي تبين أهمية الشهادة وقيمة الشهادة ولا نجد أنه فيها مثلا القسم مثلا أو نجد فيها الأمر بالاعتراف وإن كان حتى الاعتراف هو يدخل كذلك في باب الشهادة وإنما يدخل في باب الشهادة على النفس لأن يعني الشهادة قد تكون على الآخرين وقد تكون الشهادة على نفسك فالاعتراف هو شهادة على الإنسان على شهادة الإنسان على نفسه بفعل ذلك الشيء أو بعدم فعله إذن فهذه الشهادة هذا هو قيمتها من ذلك علماؤنا قالوا بأن هذه الشهادة إنما هي واجبة الأصل فيها أنها فرض كفاية كل من شهد واقعة مجموعة من الناس يجب على واحد منهم أن يتقدم للإدلاء بشهادته من أجل إحقاق حقوق الناس طيب إذا امتنعوا كلهم من شهدوا الواقعة أو من شهدوا العقد أو من شهدوا الزواج أو من شهدوا القذف أو من شهدوا تراجعوا كلهم يأثمون كلهم فهي فرض كفاية على الجميع الذين شهدوا الواقعة أو الحدث أو العقد أو الاتفاق أو غير ذلك إذا كان شخصا واحدا فإنها تتعين في حقه وتصبح واجبة لماذا هي واجبة؟ أولا بسبب النصوص الشرعية التي ذكرتها ولا ياب الشهداء إذا ما دعوا ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والأمر الآخر أنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إحقاق الحق للناس واجب ولا يمكننا أن نعطي الناس حقوقهم إلا بالشهادة فدل على أن الشهادة واجبة والإنسان الذي يطلب منه أن يدلي بشهادته ولا يمكنه أن يخلفه فيها أحد غيره
تكون الشهادة في حقه واجبة يجب عليه أن يؤديها. نعم هنالك موانع قد تحول بينه وبين الإدلاء بالشهادة، قد يكون مرض، قد يكون خوف إلى غير ذلك، فهذه المسائل تبقى للقاضي. ولكن القاضي إذا أمر بأخذ شهادة شخص معين في مسألة ما فإنها تكون تتعين عليه وتكون في حقها واجبة من باب إحقاق الحق. وهذا الشاهد طبيعة الحال له شروط، ولما أرجع إلى كتب الفقه نجد أنه فيه كلام كبير جدا في باب الشهادة، في تعريفها، في أنواع الشهادة، شهادة تحمل وشهادة أداء، في شروط الشاهد وما هي المؤهلات أو أهلية الشاهد التي تسمح له بأن يدلي بشهادته. فيه كلام كبير جدا في حالة تراجع الشاهد عن شهادته وما يترتب عن ذلك الرجوع من أحكام يعني مبسوطة في كتب الفقه إلى غيرها من الأحكام الكبيرة المتعلقة بالشهادة. فدل ذلك على أن عناية الفقهاء في باب الشهادة إنما هو دليل على أهميتها ومكانتها، كونها من أقوى أدلة الإثبات من أجل إحقاق الحق وحفظ الحقوق وفض النزاعات وفض الخصومات. الله يبارك فيك أستاذ مسعود، شكرا جزيلا. دكتورة سامية، مع اتصالات المتصلين محمد صغير سلط الضوء على جانب وهو ممارسة اجتماعية للأسف وواقع في مسألة بعض الشهادات التي يشهدون فيها الناس وقد لا يعلم بحال ذلك الشخص الذي سيستخرج الشهادة في هذه الممارسة. في ممارسات أخرى شبيهة بذلك، من يمنح ربما شهادة تربص دون أن يجري ذلك المتربص تربصا، شهادة عمل دون أن يكون عاملا، إلى غير ذلك من الممارسات. وكأن الناس تظن أن هذه الشهادات ليست هي الشهادة. طيب يعني بسطناها لهذه الدرجة يعني حتى صارت وكأنها لا معنى لها للأسف، ولكن الحمد لله كاين الحكم الشرعي. الحمد لله الأستاذ ميادة ومعنا، ونتمنى اليوم نحاولوا على الأقل هكذا مفاتيح شرعية على الأقل، لأنه صدقني بعض الممارسات هذه إنما هي عبارة عن تطبيع عاطفي مع الآخر، يعتقد البعض جهلا ربما. خلي هكذا نكونوا على الأقل ما نعطوش أحكام مطلقة، ما ندخلوش في سرائر القلوب، ولكن لأنه سرائر القلوب لا يعلمها إلا الله. بعض الناس خاصة أنت تعرف، دوك نعمل لك واحد التوصيف اجتماعي إذا سمحت لي، تعرف باللي هذا الشعب هو شعب طيب، وهذا الشعب هو شعب متعاون إلى أبعد الحدود، على الأقل في نقول لك تطبيعاته الاجتماعية التي تشعر في محطة ما كملاحظ هكذا لمثل هذا الموقف، المواقف التي تحدثت عنها، تشعر بأن هذا الشعب يتضامن بسبب العوز أحيانا، بسبب شعوره بالآخر، بسبب نقول لك تعاطفه الاجتماعي أو ارتباطه العاطفي بكثير من الحالات الاجتماعية التي تمر بظروف صعبة. أنا لا أصنع تبريرات، حاشا لله أن أفعل ذلك، ولكن نحمل واحد التوصيف الاجتماعي الذي ربما يعطينا سلطة تقدير هذه الممارسات على الأقل، وإن كنا لا نصنع أبدا تبريرات، لأنه هنا في هذه القضايا الحكم الشرعي هو الوارد. ما عندناش دايما نقولوا بلي قضيتنا ومشكلتنا في المجتمعات العربية، صدقني أنه نشأنا وننشئ أبنائنا على ثقافة العيب أكثر من ننشئهم على ثقافة أستاذ مياد حلال وحرام، وهذه هي مشكلتنا. احنا نقول لأولادنا عيب ما تعملش كذا، لبنتنا عيب ما تعملش كذا، في حين أنه الذي نحتاجه هو أنه على هذيك في بعض الأحيان بمجرد أنه ثقافة العيب تعرف تلتمس إلى حاجة واسمها الكتمان والسرية، بالتالي عندما توفر أجواء أستاذ سامية تفضل. أستأذنك في أن نتوقف مع أذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الجزائر العاصمة وما قربها من موت إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. عودة لنقاشنا حول الأحكام وتدخل الذاتية فيها وكذلك الشأن بالنسبة للشهادة. دكتورة توقفنا عند مسألة أن تشيع ثقافة العيب وتغيب ثقافة الحلال والحرام تؤسس ربما لهذه الممارسات. صح يا ميل. تعرف لماذا؟ لأنه ثقافة العيب الذي تفرزه هو أنه هذا يعني نسبة كبيرة خلي ما نعموش بعض الناس عندما تغيب صفة المواجهة ويشمل الكتمان كل حياته الذي يحدث مثلا في وسائل وتكنولوجية الاتصال. صحيح. عندما تمتعت هذه الخاصية بالكتمان بالتالي بعض الناس ربما يقوموا بالمعصية وبكثير من الأشياء السيئة لأن الناس ما تشوفهمش فقط هما يعتقدوا باللي هذا هو الأهم خطر. ثقافة العيب للأسف الشديد تؤصل إلى ذلك. بينما هو أستاذ المشكلة أين؟ أنه حتى ثقافة العيب التي كانت تحفظ نوعا ما من بعض القيم نسبيا صح نسبيا صح. تحافظ على بعض السلوكات غابت للأسف حتى العيب الآن هو ليس عيب. أصبح الناس تمارسه جهارا نهارا وكأنه حق يعطيك صحة وما يحشمش به ويجاهر به. فنهيك عن الحلال والحرام. لا حلال وحرام ولا عيب مشي من عاداتنا ومشي من تقاليدنا لأن مفهوم الغيب مفهوم العيب كما تفضلت أصبح مرن يعني الناس تفسروا على حسب ما تهواه في كثير من الأحيان. في بعض المحطات كي كانت الأمور هكذا تبدو في صورة يعني فيها كثير من المواجهة بعض الناس نقولوا احنا تستحي تعرف لأنه القهر الاجتماعي غالب حتى هو ما يش مقتنع بهذيك الفكرة أستاذ ميد ولكن يعرف باللي هو سيوصل اجتماعيا على أن يمارسها. ولكن عندما يحضر الكتمان يولي غيب ربما يستعمل اسم يعني اسم مزيف اسم مستعار ومن ثم لا يكشف عن هويته الحقيقية يستصيغ أيضا أن يعني على الأقل يعارض كل منظومة القيم يتخلص من هذه القيم. اسمح لي أستاذ نأخذ اتصال فقط. الأخ العيد من خنشلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العيد مرحبا تفضل. عندي واحد سؤال عن الإمام. معليش العيد العيد رفع صوتك أو الزملاء يرفعوا لنا الصوت هنا حتى نستمع إليه. قلت لك عندي المرأة قلت لك عندي سؤال عندي الإمام هذا عندي المرأة حرمتها الشهر هذا نتاع رمضان. يمكن ما برك. من غير الشهود مثلا حتى شهود روى شهود الإمام هذا. سمعت له؟
سمعت أستاذ سؤال؟ فتوى فتوى عن فتوى. الأخ العيد. نعم. سؤال هو فتوى. لو سمحت فقط برك عاود الاتصال لبرنامج هلا سألوا. على الستة إن شاء الله وتلقى الأساتذة إن شاء الله يجاوبوك في هذه المسألة. هكذا أخونا العيد. وربي يقضي صالحتك إن شاء الله. إن شاء الله. بارك الله فيك أخونا العيد. محمد من تمر راس. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام أستاذ أيمن. مرحبا محمد. يقول السلام عليك وللضيف الفاضلين الدكتورة سامية وشيخنا مسعود مياد وكل المستمعين والأوفياء وخاصة يتكلموا ضوء جزاهم الله خير. وإياك إن شاء الله. شوف سيدي الكريم أنا أشوف هذه الأمور هذه قد شهادة. أول حاجة هي إنسان يعني إنسان يكون عنده ضمير. رب سبحانه عز وجل قالك اتقي الله حيثما كنت. إنسان يكون مخلص لله سبحانه عز وجل. أحيانا تكون إنسان تبغيه يكون غلط. وإنسان مثلا يعني نفس البشرية إنسان كما نقول إحنا ما تحملوش تكرهه ولكن يكون صادق. هذا الحق صدق. وتعرفوا كما قال لك في الآية الكريمة رب سبحانه وتعالى ولا تكتموا الشهادة فيكتموا الشهادة فإنه آثم قلبه. لازم الإنسان يتقي نفسه ودائما أنا كنت صغير للوالد يقرر فينا هكا يكون في الدار يتحكوا معاه جلسة حامية يقول لي يا بني دائما دير في المكان تاع الإنسان هذاك في حالة ظلم في حالة عفو في حالة غضب دائما دير روحك أنت في المكان هذاك. هل ترى أنك مثلا كي نشوف ظلم هل ترى نقبل واحد يحقرني؟ هل ترى أنا نحقر؟ هل ترى نبغى نخاف من الله سبحانه وتعالى؟ دائما الإنسان يخدم ضميره ويخدم إلهه. وفي التالي نقول لكم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كلنا نرجع رب سبحانه وتعالى وراه يحاسبنا على أعمالنا. وشكرا والسلام عليكم. الله يبارك فيك محمد. شكرا جزيلا أستاذة سامية. طيب كنا تحدثنا على ثقافة العيب وخلصنا وتحدثنا على ثقافة الحلال والحرام وهذا الذي نحتاج إلى تأصيله لأنه في النهاية الذي لا يستصيغ شهادة الزور مثلا هو شخص يعرف الحلال والحرام ومن ثم يفضل التجارة أو يختار التجارة مع الله عوض كل المنافع الدنيوية بين قوسين الأخرى التي يمكن أن يحصلها في إطار شهادة زور. ربي إن شاء الله يعافينا يا رب ويبعدنا على مثل هذه الظواهر. كان تفضل محمد صغير نشكره والرجل الطيب أيضا عمي محمد من مدية أيضا نحيوهم كامل ونحيو أم محمد وصديقاتنا كلهم ربما ما قدروش يتصلوا. أعتقد أنه القضية التي أشار إليها محمد الصغير هي للأسف الشديد أننا في بعض الأحيان نتحايل من غير قصد. بعض الناس على الأقل نقولوا باش ما نصنعوش تبريرات حقيقية. تكلموا المتصلين الأفاضل والأستاذ الفاضل أيضا وأضفت إلى ذلك أيضا أنه بعض الممارسات الاجتماعية التي نعتقد منها أن نعتقد بها أننا نمارس خيرا إنما في النهاية حرنا نشهد شهادة زور. مثل ذلك ما يحدث على مستوى البلديات استخراج مثلا شهادات عدم العمل. كثير منا حصل له أن استوقفنا أحد الناس أمام في مكاتب البلديات ويقول لك من فضلك ممكن تشهدي معايا باللي ما نعملش. وللأسف الشديد عندما ترفض يوصم بأنه أنت ما عندكش رحمة أستاذ مياد وأنت غير طيب وأنه أنت يا بخيل وأنت يا لا تشعر بالآخر وأنت لا تريد المساعدة. ضمنيا هذه المفاهيم الاجتماعية حملها المجتمع بسبب طيبته خلينا نقوله هكذا متفائلين بسبب طيبته وبسبب مقابل ذلك خلينا نقوله أيضا عدم تقديره للوزر نقوله الشرعي على الأقل والإثم الذي يمكن أن ينجر من وراء ذلك. ولذلك أعتقد أنه من خلال هذا البرنامج الطيب هكذا دعوة صريحة لأن يصارح نقول الأئمة والمفتون والفقهاء أفراد المجتمع ببعض الأحكام الشرعية وزر مثل هذه الممارسات على ما فيها من نوايا يا سيدي نقولها هكذا صادقة. ولكن لازم نعرفه باللي عندنا حكم شرعي يقدر يكون علينا وعندنا إثم وزر ممكن أن يكون على ذلك. مثل ذلك أيضا كما تفضلت أنت شهادة البطالة مقابل ذلك. مثل ذلك أيضا بعض الشهادات العلمية التي للأسف الشديد احنا نعرفه باللي بعض الناس يقول لك ممكن تعطيني شهادة مدرسية ولكن في النهاية هذه الشهادة المدرسية مكتوب فيها باللي ابنك زاول التعليم في المدرسة الفلانية في سنة الفلانية واسمها شهادة يعني شهادة صح يعني تسميتها بين وحتى الشهادة الأكاديمية هي شهادة نعم وسمعنا شهادة المرضية للأسف الشديد التي هي مؤخرا الصندوق الوطني للضمان اشتكى من الخسائر الكبيرة صح الخسائر نعم هي الإشكال أين هي هذه الشهادات المرضية ترتب عنها يترتب عنها ضررين اثنين. الضرر الأول هو أولا عدم أداء الوظيفة عدم أداء العمل والضرر الثاني هو أنه يأخذ
مقابلا في تلك الفترة التي لم يؤدي عليها، فيا ريت ما خدمش برك، هو ما يخدمش ويأخذ مقابل صح من صندوق الضمان الاجتماعي، يعني عنده إثمين، يعني لأنه يأخذ مال بدون مقابل بسبب تلك الشهادة التي ربما وقعها طبيب، ربما أحيانا بحسن نية، أحيانا بطيبة، أحيانا بغير ذلك، ولكن هذا هذه تداعياتها. يعني نعم صارت آلية ولنا ما نتسألوش على هذا الأمر. هي تخريج يمين، هي تخريج مجتمعي هكذا، تخريج مجتمعي، يعني يراد من ورائه خير، ولكن خلينا نكون موضوعيين أنه للأسف الشديد هذه التفاصيل الشرعية اللي يتحدث عليها أستاذ مياد ربما هي التي للأسف الشديد تخلي ميزان حسناتنا يخف صح. أكثر من أنه حتى لا أطيل على المتصل عباس من سيدي بالعباس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا أخونا عباس. تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شرفنا لباس. والله في نعمة. تفضل. أنا والله من محب القناة و الله يبارك فيك. قلت لك أنا من محب القناة ولكن ما عندي اتصال بزاف. نشكركم على هذا الحصة وعلى جميع الحصص هذه اللي كنديروها وتصور شيخنا وأستاذنا. الله يبارك فيك. ونقول حاجة زعما غير اللي ما يخافش من الله عز وجل يدخل هذا الأمور تاع الزواج. صح. فهمتني؟ صح. الإنسان إذا قلنا الإنسان يخاف من الله بشوية. كي وخرنا من الأمور تاع الدين ما تبعناش كتاب السنة ونفعل هذه الأمور هاتنا هذه الدنيا لأن الله هي هذه الدنيا. إذا نطلبوا ربي إحنا بينا ولجميع الإنسان زعما لازمنا نعلموا أمور الدين تاعنا. أكيد. الله يبارك فيك. العفو. والحاجة اللي كنت دائما فيهم بالرول هذا السلام. إن شاء الله يبلغ إن شاء الله. وشكرا لك. الله يبارك فيك. ونتمنى لكم مزيد. إن شاء الله. وفقنا الله وإياكم بما يحبه الله. وإياك إن شاء الله وإياك. السلام عليكم. الله يبارك فيك خونا عباس على هذا الكلام المشجع، شكرا جزيلا. أم عماد من وهران إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليك الأخ اليمين، تحية عطيرة لك ولضيفيك الكريمين. وعيد سعيد ولو خارنا. بارك الله فيك. في الموضوع والله من مسؤولية الإنسان في الحياة هي مسؤوليته عن نفسه، الإنسان مسؤول عن تربية نفسه وإصلاحها. صح. لذلك تلعب التربية الذاتية دور كبير في مجال إصدار الأحكام والشهادات. فالقاضي مسؤول مسؤولية فردية في إصدار الحكم وتحقيق العدل. والشاهد في حادثة ما أو في قضية ما كذلك هو مسؤول مسؤولية فردية في أن يشهد شهادة العدل وأن يبتعد عن شهادة الزور. في هذا المجال أخ اليمين هناك ضغوطات قد تمارس، ضغوطات نفسية واجتماعية على مثلا العاملين في هذا المجال، ولكن هذا لا يعني أن هذا الإنسان معفى أو معفى عن المسؤولية. وحتى يتحقق العدل لابد على الكل أن يدرك أن هناك حساب فردي يوم القيامة. صحيح. كل إنسان يحاسب، لذلك فهو مجبور على أن يربي هذه النفس تربية صحيحة تؤدي إلى الصلاح وكذلك تقود إلى الخير وإلى تحقيق العدل. في النهاية أنا حبيت فقط نذكر حادثة وقعت في السنوات الماضية في مدينة في الشرق الجزائري. هناك رئيس محكمة حكم على ابنه بالسجن، ولما سئل قال بأن الابن لابد أن يأخذ العقوبة، وقد ثمن الكثير من الناس منه هذا العمل وشكرا له. الله يبارك فيك. هم عماد فيها النماذج الطيبة والتي تحاط في كل أفعالها وفي كل أقوالها بتقوى الله سبحانه وتعالى. عندنا الحاجة فاطمة من تيارت. السلام عليكم. السلام عليك الأخ بنيامين. مرحبا الحاجة فاطمة. السلام على والسلام على شيخنا الكريم لمن نستفيد إن شاء الله يا ربي، والأستاذة الكريمة. أهلا وسهلا. وإن شاء الله لكم أمسية سعيدة. أمين يا رب. أتمنىلكم التوفيق في هذا البرنامج إن شاء الله يا ربي، وإحنا نتبعوكم غير ساعات ما نحكموكمش. واسمح لي أنا ذاك اليوم لا غالب لك راك فهمتني وقتاش اتصلتي. اتصلتي بنا صح.
كان اول اتصال وقيت على المشكله وتاع العمل هذيك وربي خلص فيهم برك. اتصلت في يوم التحفيز. عندنا احنا ضمير حي مع الخالق سبحانه عز وجل. صح. وربي راه يشوف سبحانه، خلوا كلش ربي سبحانه. اكيد صحيح. اكيد. المهم ندخلكم في الموضوع، يعني والله الموضوع شيق شيق شيق، ونتمنى ان شاء الله يا ربي هذه القناه تكون منوره بالاحكام كلها، بكل بالمشايخ تاعها، بكل تكون منوره ان شاء الله يا ربي، وتكون افاده للشعب ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ان شاء الله يا ربي. دعائنا الاول ان شاء الله يا ربي يرفع علينا هذا البلاء تاع الجند تاعه، والحمد لله يا ربي على النعمه تاع ربي، الحمد لله نحمده ليلا نهارا. الحمد لله يا ربي، يعني الواحد يكون غير صحته ما كلش فاهمي الدنيا دي ما كان والو. المهم اخي ما نطولش عليكم، كاين اللي عنده الضمير بايعو، كاين اللي الله يهديهم كاين اللي الضمير تاعو بايعو، ماهوش عارف روحه كاع واش راه يدير، وماهيش عارف كاين اللي قاعد ومع ربي ويحاسب ربي غدوة على أي حاجة، راه يحاسب أي حاجة راه يحاسب عليها ربي سبحانه عز وجل. لكن نتمنوا الناس هذو يرجعوا لربي شوية، يرجعوا لربي شوية، يخافوا ربي، يتقوا الله في نفوسهم، يتقوا الله في الناس، يتقوا في البشر، في كل واحد. راهي عندنا هذه القناة راهي نعمة نعمة، راهي توري كلش، والحمد لله الحمد لله، نحمد ربي ونشكر، ونتمنى إن شاء الله التواصل ليكم فيها إن شاء الله. وان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي اللي عنده كاش ضمير ميت ان شاء الله نتمناو له يسمعوا من هذه القناه يحيى الضمير تاعهم شويه، غير كيخافوا من ربي غدوه الوقوف بين يديه، وراه يسائل على الكبيره والصغيره. على قالك يا ربي ويحهم لكتابهم الذي لا يغادر الكبيره ولا الصغيره الا احصاها. صحيح. ونتمنى لكم الكلمه تكون للشيخ وللاستاذه ان شاء الله يا ربي، ومع السلامه وامسيه سعيده. الله يبارك فيك، شكرا جزيلا. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا فترى تسيل. هذا مقالي فيك يا أشرف الورى، ومدحي فيك يا رسول الله قليل. نادي الله الله، وعطرها يبقى إذا مست يدي الله الله، وكف المصطفى كالورد نادي الله الله، وعطرها يبقى إذا مست يدي الله الله، وعمن والوها كل العباد
وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البراء ولم يكن الهدى لولاه نورا ولم يكن الهدى لولاه نورا ولم يكن الهدى لولاه نورا حبيب الله يا خير البرايا الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البراء تحية نجددها إليكم مشاهدينا الأفاضل من قناتكم قناة القرآن الكريم عبر برنامجكم برنامج مفاتيح نستأنف فيه نقاشنا حول الأحكام والشهادة وتدخل الذاتية فيها وما يشوب هذه الأحكام والشهادة. أستاذ مسعود توقفنا ربما عند مسألة ما صار طبيعيا عند كثير من الناس في كثير من الممارسات في الشهادات التي يطلقها الناس في الشهادات المرضية إلى غير ذلك من الأمور التي صارت ممارسة وصار الناس لا يتساءلون عن حليتها وحرمتها فيها ربما بعض الممارسات الأخرى معك. نعم جزاك الله كل خير. اسمح لي قبل الممارسات هذه أن أصل لها من الناحية الشرعية لأن أغلبها إنما هي تتكئ على الإخلاص النية وعلى حسن النية. قال أنا والله الغاية أنت عايم شبان شهادة الزور أنا حبيت نعاون وأنا غاضني فلان شفته مسكين كذا. وهي نية طيبة صح. وهي نية طيبة ولكن للأسف الشديد هي نية طيبة ولكن لا تشفع. لا تشفع له أمام الله عز وجل. النية الطيبة العمل إجمالا حتى يكون مقبول حتى يكون صواب حتى يكون العمل عمل من الناحية الشرعية عمل صواب يشترط له شرطان النية الصادقة الخالصة والأمر الثاني أن العمل يكون عمل صالح. صواب عمل صالح عمل صواب فهذان شرطان في قبول الله عز وجل الأعمال. للأعمال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا هذا شرط العمل ولا يشرك بعبادة ربه أحد وهو قضية النية أن عملك يكون من ورائه أو نيتك إنما تكون حسنة ونية صالحة أحيانا قد يعمل عمل صالح يعمل عمل صالح ولكن بسوء نية ربي يحبك لك الله عز وجل لا يقبله لأن النية ليست حتى وإن كان هو عمل صالح أنا أعطيك مال
مثلا تمد للاستاذ او جاني او ينسحب نعم. ماشي كيما العام لهذاك العام تقول لي سلفه لا ما نرجعش اعطيك مال ولكن المقصد من اعطائي اياك المال ليس اعانتك اعطاء صوره اعطائي اياك المال هي صوره جميله اعطيك المال لكن المقصد منها ان يشكرني الناس صح ان يراني الناس ان يثني علي الناس رياء وسمعه الله عز وجل لا يقبله لا يقبل أنا أغنى الشركاء عن الشرك كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي من عامل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرك سبحان الله وهذا حديث عظيم يعني ما بين قوسين حتى نعرف خطورة عدم الإخلاص وعدم ألا تكون لنا نية حسنة وطيبة في قيامنا بالأعمال سواء كان العمل هذا عبادة يعني متعلقة بالله رب العالمين أو كان عملا متعلقا بنفع الآخرين بنفع الناس وهو كذلك عبادة ولكن ليست بذلك الطريق المباشر يعني الإنسان لما يجي يعمل في عمل ويكون دافعه الأول لله ثم تتغير النية أو ينضاف لها نية أخرى وهي نية أخرى غير النية الحسنة الله عز وجل لا يرفض ذلك العمل بنيته الأولى الحسنة وبالنية الغير الحسنة أنا أغنى الشركاء عن الشرك نجي نعطي لك 5000 10000 نزيد لك شوية 10000 نعم 10000 ومن بعد نشوف الناس يشوف فيها وهلا نزيد لك ال10000 الأولى كانت لله صح لأنك كانت لله خالصة ومن بعد زد دخلت فيها 10000 أخرى بها الناس يقولوا ما شاء الله أعطالها 20000 هاي في زوج راح لا الأولى ولا الثانية بطل العمل أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عمل أشرك فيه معي غيري تركته وشركه إذن فكون العمل صالح والنية غير سليمة يذهب الكل هذا هو الشرح البسيط الذي يحتاج أن يسمعه الناس لأن الناس تحب تعرف في النهاية هل هذا حرام أو حلال ولكن بهذه الطريقة يفهم الناس المقصد إن شاء الله يا رب إن شاء الله إن شاء الله الأمر الثاني الصورة العكسية النية حسنة وهي حقيقة أني أريد أن أنفع فلان ولا أريد لا شكر ولا ثناء ولا رياء ولا أي شيء ولكن طريقة نفعي لذلك الإنسان تلك الطريقة غير شرعية فنيتي لا تشفع لي فالعمل مرفوض غاضني إنسان محتاج فقير وش رحت درت رحت سرقت بيني وبين الروح واحد ما عنده وسرقت وجيت عطيت النية نتاعي السرقة ماشي ليا ليه بمعنى النية نتاعي حسنة يعني كان العمل والعمل غير صاب غاضني فلان وقعت له بأنه ما يخدمش لأنه غاضني النية مليحة النية مليحة ولكن العمل كونك وقعت وشهدت يؤثم وأنت لا تعلم حاله هذه أنت آثم عليها لأنك لا تعلم فما بالك إذا كنت تعلم بأن تلك الشهادة كاذبة على بالك بالسيد خدام وعلى بالك باللي عنده أجرة نتاعه ولا عنده الوظيفة نتاعه شهادة عمل الزوجة أو شهادة تاعه أو شهادة بطالة أو شهادة جامعية وقعها باللي إنسان يستاهل به يأخذ شهادة الفلانية أو شهادة مدرسية أو شهادة طبية وأنا أعلم بأنه لا يستحقها وأوقع عليها بغض النظر عن الدافع اللي هو الطيبة اللي هو نفعه اللي هو الخير إلى غير ذلك وما عندي حتى مصلحة من ورائها ومع ذلك وقعت ليه فالعمل مردود على صاحبه والعياذ بالله وهو يدخل في دائرة شهادة الصور حتى تلك الشهادة التي يوقعها الإنسان لنفسه شهادة ماذا يقال لها تصريح شرفي تصريح شرفي تصريح شرفي هو نوع من الشهادة إذا كانت كاذبة فصاحبها يشهد على نفسه بالزور هو خدام ودير شهادة شرفية حتى في السيرة الذاتية كذلك صحيح كذب في السيرة الذاتية اللي تقدمها كلها في تدخل في دائرة الشهادات والعياذ بالله نعم ألا تعتقد أنه في النهاية إذا كان الأمر هو بمثل هذا الوزر أعتقد أننا نحتاج مثلا كمؤسسات داخل المجتمع أن نضع إجراءات أخرى على الأقل تخفف صحيح لأنه في النهاية حتى تقطع الطريق للمناورات لأنه في النهاية هذه الأوراق ولا هذه الشهادات التي يحتاج إليها هؤلاء الواقفون أمام مكاتب البلديات هي إجراءات تقنية يحتاجها فقط كمرحلة أولية ولن تجعل الحياة وردية أمامهم هي عبارة عن مرحلة نقول لك ابتدائية فقط لمشروع منزل طلب سكن أو مشروع الالتحاق بعمل أو غيرها من الوثائق الأخرى ومن ثم كمجتمع من المفروض هكذا مسلم واعي على الأقل من المفروض أنه أيضا كمسؤولين نضع إجراءات تخفف من عبء هذا الوزر لأنه كيقولوا سدمياد ولا الفقر
الفقهاء باللي القضية هي قضية أنه إثم وارد، أعتقد باللي صحيح. حتى مؤسسات الدولة يجب أن تنتبه إلى هذه القضية وتحاول أن تنتبه على الأقل هذه الشهادة اللي ولت مشي شهادة صحيح. يعني صارت لا قيمة لها أي إنسان يجيبها صحيح. ولو لم تكن فيه تلك الصفة بمعنى أنه ورقة ليست لها قيمة صح. ويمين في النهاية المؤسسات والقانون عندما يعمل هذه الإجراءات فهو من أجل أن يحقق مقاصد سليمة صح ولا لا؟ ولكن إذا كانت هذه الإجراءات المقصود منها سليم ولكن تؤتي بغير مقاصدها فأعتقد أننا نحتاج على الأقل إلى إعادة نظر ربما بإشراك جميع المختصين فوقها ورشة هكذا تضم مختلف حتى تلقى آليات أخرى نعم هذا هو الوحيد وهو البحث عن آليات أخرى لأنه للأسف الشديد موجودة. الالتزام والوازع الديني قل في المجتمع كثيرا فكون تطلب شهادة وتشترط لها شاهدين يوقعوا ما بين قوسين ما عندهاش معنى تعرف الواقع تاع الناس كيف راه واقع يعني صح هذا هو الأصل فبالتالي لما تطلب شهادة الشهود من أجل أن يوقعوا في على شهادة معينة فما عندهاش معنى تبقى الأمور الأخرى التي هي ضرورية كما شهادة الطبية تبقى ضرورية لأنه هناك من حقيقة من تبقى شهادات الجامعية مثلا تبقى حتى التصريح الشرفي يعني أصبح ما عندوش هذاك اللي معول أنه في قضية معينة مش غي يوقع فقط حتى يعني في مسألة يوقع ويمدر شوية ويدير أي شيء حتى في مسألة الشهادات الطبية قد تكون هنالك آلية للمراقبة صحيح. وتطبق كذلك من صندوق الوطني هي الشهادات حتى يتأكد من تلك الشهادة وكأننا نضع قاضي صحيح. للقاضي وكأننا نضع نعم. ربما مراقبا لكل هؤلاء نعم هي الشهادة الطبية بالمناسبة موجود هذه المراقبة البعدية لأنه الآن أي موظف يأخذ شهادة طبية ثم يودعها في المؤسسة الخاصة ويودع نسخة منها في مؤسسة الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعي عندهم أطباء ويستدعون خبراء يعني لا عندهم أطباء ويستدعون الذين تقدموا بالشهادة به يجوز عند الطبيب يعني من هذا الجانب هذا حتى نعم. صح أستاذ يمين شوف في النهاية صدقني سوسيولوجيا حتى بعض هذه نقول لك الثغرات الهفوات الموجودة تعبر عن ثغرات أخرى موجودة لأنه وأنا أعتقد باللي واحد فينا من المشاهدين الأفاضل تحية لهم كامل أستاذ مياد يسمعونا يقول لك طيب أنا راني مريضة فعلا أني مريضة بعض الأمراض ماشي بالضرورة لازم يعطي لك صحيح طبيب صحيح شهادة أنت مريض صحيح موجودة خاصة عند بعض الفئات يقول لك أنا محتاجة إلى عطلة مرضية على الأقل أسبوع من ثم كاين فيه ثغرة حقيقية تعرف مشكلتنا أيضا للأسف الشديد أنه ما فيهش بعض القوانين نقول التي تحافظ على كرامة الشخص داخل مؤسسة ولا صحيح. داخل مثل ما يوجد مثلا صحيح. في المؤسسات الغربية اللي هي نسموه حنايا المراقب الاجتماعي ولا المرشد الاجتماعي اللي هو يعرف حقيقي يروح يتنقل وممكن يدير هكذا يعرف الحالة يعطيك الصحة يروح يدير هكذا تجربة ولا يعني خرجة استطلاعية يعرف من خلالها إذا كانت هذه السيدة مريضة ولا ومن ثم نحتاج باللي يشوف في النهاية احنا مسينا واحد المشكل خلانا نعرفه باللي عندنا مشكلة واحدة أخرى اللي هي أنه نحتاج إلى آليات أخرى لسنا نقول باللي نحو هذه الآليات ولكن نقوله نوجد بدائل تتوافق مع عقلية المجتمع سدد وقارب في بعض المسائل هو للأسف الشديد هذا الحديث الذي سوف أذكره الناس تعممه في كل المسائل في مسائل مثل هذه نحتاج إلى حديث استفتي قلبك تتعرف بأنك مريض حقيقة وما تحصلش على شهادة طبية بها تريح لأي سبب من الأسباب استفتي قلبك يعني افتي روحك في هذه المسألة شوف ضمير متاعك راك مرتاح ولا ماكش مرتاح من خلال الإجراء اللي راك تقوم به الآن حتى وإن كان أحيانا يأتي مخالف للقانون ولكن على الأقل تصالح مع ضميرك نعم تصالح مع ذاتك ومع الضمير نتاعك وتكون مطمئن في الإجراء اللي تديره نتاع وتقول باللي خلاص سدت الأبواب أمامي فلم أجد إلا هذا المنفذ لأنه أحيانا حقيقة بعض القوانين تكون يعني متشددة أحيانا وبعضها أحيانا لا يكون لا قانون وبعض متشدد فيبقى الإنسان في هذه المسائل هو المفتي لنفسه وهو المراقب لنفسه وهو الذي يفتي نفسه في مثل هذه المسائل وأحيانا استثنيات نعم. بعض القوانين لأنها ظالمة يحاول أن يتحايل أفراد المجتمع عليها من أجل
أن يجدوا لها تخريجات أخرى. مثلا بعض الناس اللي مثلا تكون مريضة فعلا وما عندهاش هكذا كما قلت لك شهادة طبية، ماشي كل الأمراض تحتاج إلى هكذا شهادة طبية، وفي النهاية تعرف باللي هي لخدت 10 أيام ولا خدت 15 يوم حتى ترتاح فعلا، على بالك باللي الراتب يعني ينقص لها شيء من الراتب. تصور إذا كانت حالتها، قلنا دائما لسنا نجد تبريرات، لا نصنع تبريرات، ولكن نحاول أن نشرح بحيث يصل صوتنا إن شاء الله إلى المسؤولين وإلى أفراد المجتمع، كل واحد فينا يحاول يتقي الله في الآخر، هذه هي القضية ليس إلا. الله يبارك فيك، يعطي لها أستاذ مسعود نرجع له 10,000 حبيتش نكثر له 10,000 20,000 سهله. الله يبارك فيك. في نقطه اخرى ربما تتعلق بالشهاده كممارسه كذلك اجتماعيه وقد تكون صح ليست فقط في المجتمع الجزائري وانما قد تعم كثير من المجتمعات، مساله الامتناع عن الادلاء بالشهاده وفي ضغط اجتماعي في هذا الجانب، وكأن الناس حينما يشهد شهاده قد يسيء الى الانسان الذي شهد بين قوسين ضده، والأمر قد يحتم على القاضي أن يستند فقط إلى شهادة حتى يصدر حكمه. تعرف صدقني هذا الموضوع اللي اختاره يعطيه الصحة على كل حال، ولكن معقد في البداية. لا في البداية يبدو تقني، ولكن فيه الكثير من مواقف اجتماعية، لأنه صعب جدا. تصور أنه مثلا عندنا احنا مشكلة في علاقاتنا الاجتماعية أستاذ مياد، أنه يا إما عندنا احنا يا هكذا تطبيع لعلاقة اجتماعية. نعطيك سؤال ربما أدق، هل فينا من يستطيع أن يشهد ضد والده مثلا؟ هذه هي اللي كنت هل فينا أحكم. من يستطيع أن يشهد ضد ابنه ولو رآه بأم عينه؟ هذا هو الإشكال إليه. كذلك هذا هو اللي كنت أدلي قلت لك عندنا علاقات اجتماعية وطيدة إلى درجة القداسة. تعرف باللي الأب، كلمت الأستاذة سيدة المتصلة منذ قليل وقالت أنه فيه قاضي شهد ضد أبنه وعمل حكم شرعي، هذا هو الأصل طبعا. هذا هو الأصل، تقوى الله عز وجل ليس إلا. ولكن صدقني على مستوى الواقع الاجتماعي شتان بين حدوث توقع حدوث الشيء وحدوثه فعلا. في إحنا علاقاتنا اجتماعية قلت لك تمشي إلى النقيضين، يا إما عداوة صارخة تكره وما تحملوش إلى درجة أنه ربما تظلمه أنت تظلمه تبحث له عن منافذ الظلم بطريقة أو بأخرى، يا إما تتعاطف معه ويكون عندك صديق. إحنا نعرفه بلي كثر من الأصدقاء، كثير من الناس يقولك عندي صديق أكثر من خويا، عندي صديق أكثر من أحد أقاربي، ومن ثم عندنا تطبيع في النقيضين. من ثم نقول لك وقع العلاقات الاجتماعية قوي إلى درجة كبيرة جدا. نضيف إلى ذلك أنه ولكنها ليست تبريرات، لأنه توصيف. دايما لو كان ننطلق من فكرة أنه تقوى الله عز وجل الحلال بين والحرام بين ينتهي الموضوع هنا ونغلق مفاتيح والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولكن احنا نقول بالتخريج الاجتماعي لبعض الناس في ما يخص هذه المفاهيم، حول معنى هذه المفاهيم، هو الذي يجعل الأمور مختلطة ومعقدة إلى درجة كبيرة. نعطيك مثال يشبه المثال اللي ذكرته لي في السؤال اللي تفضلت به أستاذ يمين. مثلا عندما يقبل شاب معين على خطبة فتاة، صح في الدين ينصح بأن لا يهتك سترها، صح ولا لا أستاذ مياد؟ ولكن بعض حالات الزيجات للزواج للأسف الشديد فشلت في يومها بسبب أنه بعض الناس تستروا على بعض الأشياء التي للأسف الشديد على أنه نحب كامل الستر هكذا لا يهتك، ولكن للأسف الشديد لو أنه هذاك الشخص عرف باللي الفتاة الفلانية كان فيها كذا وكذا 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 وتاريخها وكذا وكذا وكذا، وستنجر للأسف الشديد لأنه زوج وعلاقة إلى الأبد وانجرت عنه مشاكل أخرى، كان الأمر ربما نقولوا باللي على الأقل الزواج يحفظ وما كانش يكون من أصله عوض أنه يكون هناك أولاد ثم ينتهي بطلاق. نضيف نقطة واحدة أخرى إذا سمحت لي، أنه للأسف الشديد هذه الشهادة تمس أيضا بعض أعراض الناس هكذا بالمجان. بعض الناس من كثرة أنه اشترت النميمة ومن كثرة أنه لا يهوى لها أن تجلس في مكان إلا أن تخوض في عرض ناس، فهم هم يقدروا يشهدوا بشهادة ضد أي شخص في عرضه. أنا نسمع بعض، إحنا تعرف الاستشارات أستاذ مياد يجوك حالات ويجوك يعني أسئلة ويجوك أيضا استشارات اللي أنت تبقى هكذا سبحان الله مندهش من كثرة من أنه الناس ما يعرفوش وش معناتها أنه تشهد شهادة باطلة في عرض ناس. تعرف إحنا في المجتمعات العربية المجتمع الجزائري العرض عندنا راه قوة ضاغطة إلى درجة أنه يقدر يصنع لك بطولة ويقدر أيضا يقضي على نقول حياتك وتاريخك الاجتماعي برمته. ومن ثم هاد الناس نقول لهم تقل له في أعراض الناس، حتى كلمة صغيرة في عرض ناس
تقدر انت تقضي على حياتهم. وكم هم كثر هؤلاء اللي خلاص اصيبوا باكتئاب، اصيبوا باحباط شديد الى درجه انه خلاص تقول لك بعض النساء ولا بعض الشباب يقول لك خلاص مانيش حاب نعيش، لانه خلاص ما عنديش. بعض الاحيان عندما يوصم الفرد في شرفه ما عندوش اي حجه يقدر يعطيك الصحه، ومن ثم كثره النميمه وكثره الكلام وكثره الوصم الاجتماعي تقتل الناس اجتماعيا. هذا اذا كان الكلام اللي قاله الاستاذ. لذلك احنا عندنا لهذه في مساله الشهاده هذه، ثم بعد خاصه في الاعراض يعني مثلا عندنا في مساله الرجوع في الشهاده، مثلا الانسان شهد من الشهود الاربعه مثلا، لانه يعني اشترط فيها اربع شهود على انه فلان والعياذ بالله زنى وقع في الفاحشه والعياذ بالله، ثم بعد ذلك تراجع في شهادته احد قبل الحكم احد الشهود، نعم احد الشهود او كلهم، لانه هذه مساله تطرح في باب الرجوع عن الشهاده اللي عندها عندها ثلاث حالات: الرجوع عن الشهاده قبل الحكم قبل النطق بالحكم، والرجوع عن الشهاده بعد الحكم وقبل التنفيذ، والرجوع عن الشهادة بعد التنفيذ. هذا الحكم في كل وحدة، وعندها في مسألة الرجوع عن الشهادة قبل الحكم قالوا تعتبر شهادة ملغاة لا اعتبار لها في أي نوع من أنواع القضايا مالية أو تجارية، أو إلا في مسألة الشهادة العرض تاع الزنا، فحتى إذا ما شهد شاهد لأن فلان وقع فعل فعل وفعل وفلان فعل فعل، أولا الشهادة لا تعتبر، يعني خلاص الذي شهد عليه لا يحكم عليه، ولكن الذي تراجع عن الشهادة يقام عليه حد القذف، فلا تبرأ ذمته تقديرا لهذه الشهادة التي أدليت بها وكانت كاذبة، لأن رجوعك عنها إنما هو اعتراف منك بأنها كانت افتراء ولكن لأن الخطأ ها هنا متعلق بعرض، لو كان جات متعلق في مال يقول لك روح ربي يهديك ويروح، ألغيت وفق ألغيت وخلاص. حتى سبحان الله حتى في القصاص، حتى في القتل، يعني لو شهدت على انه فلان قتل فلان وبعد جيت لهم قلت لهم لا ما قتلش يقول لك روح، ولكن لما تشهد فلان فعل فلانة فعلت شهدتهم بعد تراجعت اما لا اروح عندك ال 100 جلده يلغى الحكم، نعم 100 جلده 80 جلده اللي هي حد القذف. استاذ مية زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام لو لم يبرئها الله عز وجل رأيت ما حدث وحدث، يعني صحيح القضية صحيح هي قضية كما قال الأستاذ مياد، وفهمت من كلامه أنه ما عندهاش ترقيح، ولذلك ما عندهاش هذه يحكى أنه المال والعلم والعرض اجتمعوا، فلما حبوا يتفارقوا وش قال؟ قال المال إذا ابحثوا عني فإن لم تجدوني فستجدوني في ذلك القصر، وقال العلم ابحثوا عني فإن لم تجدوني فستجدوني في تلك المكتبة. بقي العرض صامتا لم يقل شيء، لم يقال وأين وأنت أين نجدك؟ إن افتقدناك أين نجدك؟ قال إذا لم أما أنا فإذا ذهبت فلن أعود، لا تجدوني ما في ترقيح، إذا ذهبت فلن أعود للأسف. يضيع المال تجيبه، تتعلم علم وتنساه تعاود تستدرك سمعة الإنسان إذا راحت صح كاش اللي يقدر يرقح صح، ولهذا فيه الضرر المعنوي، فيه الضرر المعنوي كذلك، يعني سبحان الله لك اخي امين كتاكيد على هذا على بشاعه هذا الشيء، لما واحد يقع في الفاحشه والعياذ بالله ويكون غير محصن عنده 100 جلده، لما واحد يتهم واحد بهذا الفعل يتهمه، يعني كلمه يقول كلمه فلان كذا فلانه كذا 80 جلده سبحان الله، يعني وقارن ما بين الفعل وما بين القول كدلالة على بشاعة هذا القول العظيم وعلى خطورته، فما بالك إذا كان يعني راج وانتشر، وإذا كان أمام قاضي يعني يوشك أن يورد هؤلاء الذين شهد عليهم عقوبات وغير ذلك، فالمسألة عظيمة وخطيرة جدا. 100 جلدة قادرة تقتل أكيد، الناس يستهينوا ب 100 جلدة هذه، 100 جلدة اللي هي الأستاذة فتحت هذا المجال تاع العرض، الله عز وجل في كل من تكلموا في المهد الذين تكلموا في المهد كلهم تكلموا تبرئة للشرف، تبرئة للعرض وللشرف صح، لأنه ما في نعم وسيلة أخرى نعم. سيدنا عيسى لما نطق، لما يعني كثر الكلام عن مريم عليها السلام صح، قال يا أخت هارون لقد ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية ليبرئها، فأشارت إليه قالوا كيف نكرمك ربي نطقه حتى يبرئها صح. يعني سيدنا يوسف ربي نطق من بين اقوال العلماء وشهد شاهد من اهلها طفل رضيع
طفل وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين إلى آخر الآيات. قصة جريج أو شريح شريح هذا القاضي الذي اتهم بأنه وقع في الزنا وجابوا الصبي قالوا هذا وليدك قال بسم الله وتكلم على الغلام بسم الله من والده فربي نطقه حتى يبرأ يبرأ العام. من كثرة أن الأمر جلل. أن الأمر خطير والأمر جلل حقيقة. خطر للأسف شديد. القضية أنه الناس ما راهيش فاهمة باللي الخوض في أعراض الناس ومحاولة أنهم يخلوهم يوصمون اجتماعيا هو بمثل هذا القدر من البشاعة. ليس البشاعة فقط ولكن هاو الوزر إذا كان احنا نقول متدينين ونحن نخاف ربي سبحانه ونحن كلنا على بالنا باللي في يوم من الأيام راح نوقف أمام يدي الله عز وجل وبعد أنت للأسف الشديد تشهد بشهادة. وتعرف المشكلة أستاذ مياد أنه بعض الناس هذه الشهادات ما ولاوش يعتبروها بمثابة شهادات هي كلام للاشترار اليومي. صح بعض صح النسوة للأسف الشديد تعودنا على هذه الجلسات النسوية اللي فيها كثير من النميمة وفيها الكلام على فلانة وبنت فلانة وفلان وابن فلان. بعض للأسف الشديد من الرجال ها اليوم جبدنا الرجال بعض يعني من الطرفين حبيت نقول للأسف الشديد يوصمون الإمام الفلاني ولا سمعوا كلمة من الشخص الفلاني ثم يعودوا يصيغوها بطريقة أخرى وما تجي تلحق عندك حتى تولي خرجت عن الحلال بالمطلق. ومن ثم أعتقد باللي لازم الواحد فينا اليوم في زمن التفتح على كل المنابر الإعلامية والتفتح على المعرفة والمعلومة والثقافة الدينية أعتقد عيب علينا لازم نقولها بكل موضوعية عيب علينا أنه نشهدوا شهادات هكذا ونوزعوها بالمجان وكأننا أيضا سبحان الله هكذا نقوم بحصد مجموعة ولا جمع من السيئات في بنك نقول سيئاتنا بطريقة اعتباطية وبغباء للأسف الشديد نمارس الغباء. أنا أعتقد بلي هذا هو التوصيف ما عنده حتى توصيف واحد آخر هو غباء يمارس بطريقة مجانية نعمروا فيه بنك سيئات في وقت اللي حنايا نشتاقوا فيه باش نعمروا سيئة حسنة واحدة. صح بارك الله فيك أستاذة. فيه نقطة أخرى أستاذ مسعود هي تحدث عليها أخونا محمد صغير من ورقلة مسألة المسابقات المحسوبية في ذلك وربما الشفاعة لأشخاص هنا حدودها وكيف حتى ربما فيه الكثير من الناس يبرروا لها كما هو شأن بالنسبة لأمور أخرى كيف نتخلصوا منها كذلك على صعيد ممارستنا يعني. نعم هو هذه وغيرها من السلوكات المشينة سواء في الشهادات أو في الأحكام على الناس الأحكام الرسمية القضائية أو في المخالفات الشرعية العامة حقيقة هو أول علاج هو الوازع الديني الذي ينبغي أن يقوى في قلب الإنسان. يعني الله عز وجل سبحان الله يحذرنا من اتباع الهوى ويحذرنا في آيات أخرى من عبادة الهوى. هذا الهوى بمعنى الرغبات الشخصية الذاتية رغبة في المال رغبة في العلم في المنصب رغبة في الشهادة البعض منهم تتحول عنده وكأنه هذه الرغبة تصبح إله غير وش يقول الهوى نتاعو يتبع ينطلق مباشرة يحققها لا يسأل لا يجوز ما يجوزش بلاصة تاع واحد مشي تاعو يستاهل ما يهمش أنا جاتني في راسي نولي ثري نولي ثري مكيافيلية الحرام للأسف الشديد لذلك الله عز وجل يقول فيها أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. احنا للأسف الشديد نحذروا من الشرك فيما نابرنا وفي دروسنا ونحذروا من طواف بالقبور ومن دعاء الموتى ومن وكل ذلك حق وكل ذلك حق ولكن فيه شرك آخر الله عز وجل سماه شرك سماه عبادة اللي هو عبادة الهوى تعبد نفسك تعبد أطماعك تعبد هواك تعبد ذاتك تعبد رغباتك تحققها ولو على حساب أموال الناس أعراض الناس مصالح الناس لا يهمك هذا مرض وهذا شرك كذلك كما نقاوم شرك القبور كذلك نقاوم شرك الهوى وعبادة النفس وعبادة الذات وعبادة المال وعبادة المصلحة وعبادة المنفعة الذاتية وعبادة الأنا التي تركزت فينا بنفس قدر ما تركزت فيه عبادة الأصنام في عهود غابرة وفي عهود سالفة فينبغي إذن أن نكسر هذا الهوى وأن نكسر كما كسرت الأصنام أن نكسر بمعنى الهوى نتاعنا
والرغبات نتاعنا، الشهوات نتاعنا، ينبغي ان نضع لها حاجز، ينبغي ان نضع لها ضابط. ديننا واسلامنا ما جاش باه ينحينا الهوى وينحينا الرغبه وينحينا الشهوه وينحينا الغريزه، لا. الدين تاعنا جاي يضبطها. ويهذبها، ماناش رهبانيين بحيث انه نمنع عن انفسنا ما احل الله عز وجل، وفي نفس الوقت ما لازمش نكونوا اباحيين بحيث هذه النفس نطلق لها العنان في أن تفعل ما تشاء. شريعتنا الغراء أقرت بهذه الغرائز، بهذه الرغبات، وتحبون المال حبا جما، وإنه لحب الخير لشديد. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحر، ذلك متاع الحياة. الشريعة جات دينها الضابط، الضابط اللي هو الشرع في النصوص، في المجالات اللي فيها آيات وفيها أحاديث. في المجالات اللي ما فيهاش آيات وأحاديث تدخل في المصالح المرسلة اللي أكدها الشريعة الإسلامية، تضبطها القوانين، تضبطها. فالانضباط بهذه الشرائع، بهذه الشريعة، إنما هو ضبط لهذه الغريزة التي ينبغي أن نضع لها حدا. فكوني أتدخل أنا في مسابقة معينة من أجل أن أعين ابني أو أعين أخي، أنت لا تفعل خيرا لابنك، أنت تلقي بنفسك وبه إلى الهلك. أنت عاطفة الأمومة الحقة وعاطفة الأبوة الحقة أو عاطفة الأخوة الحقة أو عاطفة القرابة الحقيقية هي تلك العلاقة التي تجعلك تحافظ عليه من النار كما تحافظ عليه من مآسي الدنيا، تحافظ عليه من مآسي الآخرة. صح. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أنت حاب تعاون وليدك باه ينجح، حاب تعاون أخوك باه ينجح، لأنك ماكش حابو يتميزر في الدنيا، بصح هكذا راح يتميزرو في الدنيا وتميزرو في الآخرة، راح تلقي به في إلى نار جهنم والعياذ بالله. فأي عاطفة هذه كما قالت عنها الأستاذة، عاطفة غبية هذه. صح. أنت وليدك تحافظ عليه ترمي في نار جهنم، تحافظ على أخوك تروح تدفعه إلى أنه يدي شهادة ما هيش من حقه، ويدي منصب ما هوش من حقه، وبالتالي الراتب اللي راح يديه عليه علامة استفهام، وراح يتزوج به، راح يوكل به أولاده، راح يقيم عليه الحياة الدنيا تاعه كاع، ها كلها عليها علامة استفهام. ما نقدرش نقول لك حرام نفتي لك مسألة، ولكن تبقى عليها علامة استفهام، لأنك تا الشهادة اللي نجحت فيها يا من أصلها لم تؤسس على أساساً على الأسس الحقيقية. وفي مسألة الشفاعة، إذا لم تكن هنالك مسابقة، يكون يعني توظيف عند إنسان خاص. النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الشهادة، الامتحانات والمسابقات والحدود والأقضية، لا توجد فيها شفاعة، توجد فيها توجد فيها كفاءة، وتوجد فيها بينة، وتوجد فيها دلائل. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم في وقته امرأة مخزومية سرقت. صح. مخزومية وكانت شريفة، يعني امرأة من بني مخزوم، يعني وبنو مخزوم هم يعني قوم، يعني عندهم وزنهم فيه. فكيفاه يعني سرقت وفاقوا بها كما يقولوا، وخلاص الحكم واضح، لازم تقطع اليد حتى نختم. أستاذ وشكون اللي يقدر؟ قالوا شكون اللي يقدر يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لك يشفع. قالوا ما نلقاوش الا اسامه بن زيد، لان اسامه النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه، كان يحب رسول الله. فاسامه راح على نيته، حاب يدير الخير. استاذنا نختموا، ما نكملش، كمل بسرعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب شيء، وقال اتشفع في حد من حدود، وايم الله لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها. شكرا جزيلا بهذا نختم. استاذنا داهمنا الوقت، بارك الله فيكم على كل ما قدمتموه. شكرا لكم وصول المشاهدين الافاضل، تقبلوا تحياتي، تحيات فريق العمل الذي خدمكم في هذه الامسيه. دمتم اوفياء لباقي برامج قناه القران الكريم. السلام عليكم.